تصدرت مصر قائمة مستوردي الحبوب الروسية في الموسم الزراعي الجديد الذي بدأ في تموز يوليو 2015 وينتهي في حزيران يونيو 2016. وقد اشترت مصر نحو 2 مليون طن من القمح الروسي في الفترة من تموز يوليو إلى تشرين أول أكتوبر من العام الجاري، ما يعادل 15% من مجموع الصادرات الروسية من الحبوب خلال الفترة المذكورة.